النهاردة أول درس في تعلم لغة كوتلين. في البداية كده الدورة دي متقدمة للي هو ليفل زيرو خالص في البرمجة، أو عنده خلفية برمجية سابقة وعايز يتعلم لغة كوتلين، أو حابب يتعلم البرمجة بشكل أدق بشكل أعمق، لأن أنا في الدورة دي هتبقى بشكل عميق جدا. إذا كان جاي من نقل من جافا أو سي شارب أو أي لغة تانية هيلاقي الدنيا بسيطة معاه والدنيا لذيذة جدا. في الدورة دي أنا بحب أركز دايما على المفاهيم البرمجية بشكل دقيق جدا، يعني إزاي أفكر بطريقة برمجية والكونسبت بتاعت البرمجة دي هتساعدك جدا، أهم من اللغة ذات نفسها، لأنك لو حبيت تتعلم أي لغة تانية هتلاقي الموضوع بسيط جدا معاك، يدوب بتنقل بس، بتغير السنتكس بتاعت اللغة، شكل اللغة بس مش أكتر. أنا بركز برضو على الجانب العملي التطبيقي، قصدي ان انا احب اطبق جدا، فلازم بعد كل درسين او ثلاثة بيبقى في تطبيق بسيط، برنامج بطلبه منكم مش شرط تعملوه، بس ده ليك انت، لو انت عملته فانت اتعلمت الدرس وفهمت اللي فيه تمام. في اي مشكلة بتقدر ترسلنا على الجروب هنا، اللينك بتاعه اهو، او عن طريق البيج من هنا، اللينك بتاعها اهي. دلوقتي هنتكلم عن كوتلين بشكل عام. ايه هي كوتلين؟ مقدمة بسيطة عنها. كوتلين ظهرت في 2011، طلعتها شركة جيت برينز، دي اللي متعاونة مع جوجل انها تطلع الاندرويد ستوديو، فاكيد كان لازم جوجل تدعمها في اخر مؤتمرين لان هما اصلا كده في بعض. طبعا كوتلين بتشتغل على الجافا فيرتشوال ماشين او الجي دي كي تمام، فعشان كده هتلاقي ان الجافا في كوتلين في نفس الوقت ممكن يشتغلوا مع بعض في اي وقت، في نفس البرنامج قصدي. هي طبعا الكوتلين اسرع من جافا في انك تكتب الكود بتاعها، امن، فيها خاصية انك تحل مشكلة ال non point exception، ودي كانت ميزة عظيمة، انك انت لو معرف متغير مش مديله قيمة البرنامج كان بيعمل كراش، يعني لا مش هيعمل كراش في كوتلين. الكوتلين object oriented programming، وبتعمل مع ال مع جافا في نفس الوقت. طب انا حابب برضو في المقدمة دي ارد على استفسار بسيط كان كتير بيسألهوني، اني احسن جافا ولا كوتلين اتعلم اني؟ انا بقول اللي انت طالما انك عايز تتعلم اندرويد فانت بتتجه لجافا او كوتلين. في الوقت الحالي الناس كلها متجهه لكوتلين عشان خايفين جوجل ما تدعمش جافا، بس دايما كده كان في حاجه متعلمينها وفاهمينها مع بعض، ان اي لغه برمجه بتتقاس بقوتها بالمبرمجين بتوعها، يعني جافا مبرمجينها كتار وعباقره، فهتلاقي ان جافا دايما في التوب. سي ان كوتلين ظهر فيها مبرمجين برضو كويسين جدا وقوة مبرمجين اقوى، هتلاقي ان كوتلين بقت اقوى، لان جافا فيها لايبرز كتير وحاجات كتير بتساعدك، بس طبعا كوتلين طالما بتشتغل مع جافا فكوتلين هتلاقيها احسن دلوقتي خالص. ده كده اول درس، بعد كده هنخش في تاني درس على الشغل. السلام عليكم.